طلب مرتضى منصور رئيس الزمالك من أعضاء الجمعية العمومية للنادي التواجد في مجلس الدولة في 10 من صباح غد الأحد لحضور الدعوة المقامة من جانبه ضد وزير الشباب والرياضة. وقام مرتضى دعوة قضائية أمام مجلس الدولة من أجل إلغاء قرار تعيين اللجنة المالية التي تم تعيينها من قبل وزير الرياضة لإدارة شؤون النادي في ظل التحقيق في مخالفات مالية. حرص رئيس الزمالك على استغلال الإذاعة الداخلية للنادي من أجل الضغط على أعضاء النادي لحضور جلسة الغد ودعمه ضد من أسماهم أعداء النادي.